اقترب عيد الأضحى المبارك، لكن حركة السوق هنا في عفرين لا تؤشر على ذلك. فمع تدني المستوى الاقتصادي لمعظم الأهالي هنا، بات تأمين تجهيزات العيد من اللباس والحلويات والأطعمة أمراً كمالياً بسبب عجز العائلات عن الشراء. والله الحركة كثير خفيفة، لأن احنا بالعادة إنه آخر يوم لحتى تصير حركة كويسة، أما هلا عاد حركة عادية كثير يعني. وأغلب العالم عم يسوم أسعار، بيروح يعني إنه مثلاً بيسوم بالصبح لحتى لا أرخص حتى يشتري يعني. الانخفاض الكبير بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين أدى لارتفاع الأسعار بنسبة تزيد عن 20% مقارنة مع العيد الماضي، حيث كسر سعر صرف الليرة التركية حاجز 25 ليرة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للأهالي، خاصة مع تفشي البطالة وتدني الأجور والتي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المستمر. يعني صراحة اليوم الناس عم تركض على العروضات من الحال المعيشي اليوم اللي بالسوق، مثلا قلة العمل، العالم يعني وضعه وأوضاعه تعبانة. هي أغلب الناس بيكون مثلا قبض على التركي، أجره كله تركي مثلا، فبيفرق معه. ارتفاع أسعار البضائع لم ينعكس على المشترين فقط، بل تعداه إلى الكثير من أصحاب المحلات والبسطات والذين باتوا يعانون بدورهم بالركود السوق بسبب عجز الأهالي عن الشراء، الأمر الذي قد يتسبب لهم بالكثير من الخسائر وسط غياب المؤشرات بحلول قريبة تنعش الواقع الاقتصادي في الشمال السوري. لا يعبر وجود الأهالي بالسوق هنا عن حركة بيع وشراء جيدة، فالكثير منهم يبحث بين أكوام البضاعة الموجودة عن سلعة رخيصة تناسب دخله الضعيف، وكثيرا ما يرجعون من السوق بخفي حنين كما دخلوا إليه. قصي الأحمد، حلب، اليوم، عفرين.